بدأ أول حاجة بلا ليك شغط على التكست، نطفي لكم لي مايك كبش ما تقاطعونيش. Action humanitaire pour les enfants en 2019. La violence envers les enfants revêt une multitude de formes, dans les foyers, les écoles et les espaces en ligne. La violence prend la forme de mauvais traitements physiques et affectifs dans les situations d'urgence humanitaire induites par des conflits armés. La violence peut occasionner la mort, des blessures graves et des traumatismes durables. Les enfants se voient privés des services de santé, de nutrition, d'eau et d'éducation. Des centaines de millions d'enfants qui vivent dans des régions touchées par des conflits risquent d'être victimes d'attaques ciblées et aveugles. Si nous ne demandons pas aux auteurs de ces crimes de répondre de leurs actes, ces enfants grandiront en pensant que la violence est normale, acceptable et même inévitable. Il est facile de voir les cicatrices physiques des enfants qui grandissent au milieu d'un conflit. En revanche, leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues à guérir. Les enfants sont exposés à un stress nocif qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur apprentissage, leur comportement et leur développement affectif et social. Dans ces contextes, la protection de l'enfance consiste à tout mettre en œuvre pour garantir que les enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. Et pourtant, il est de plus en plus difficile d'atteindre les enfants en situation de crise. Il est donc crucial que l'ensemble des parties au conflit donne à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur, nous dépendons de la générosité de nos donateurs. En 2019, nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif de financement humanitaire de 3,9 milliards de dollars. Avec notre aide, nous pouvons envoyer un message disant que tous les enfants doivent être protégés et que chaque enfant a le droit de survivre et de s'épanouir. هذا هو التكست اللي يحكي لا فيولونس باسكو هذه الكلمه اللي تكرر الصباح لا فيولونس لي زونفون لا بروتيكسيون دونك سي لا بروتيكسيون تاع لي زونفون كونتر لا فيولونس هنا يحكي لك بارتيكولييرمون على لي زونفون اللي راهم كي فيف دون دي ريجيون توشي بار دي كونفلي يحكي لك على لي زونفون اللي راهم عايشين في مناطق اللي فيها النزاعات ولا الحروب ولا راهم يشوفوا لا فيولونس قدامهم ا تو مومون نيمبورت كون نيمبورت او في اي بلاصه راهم يشوفوا في لا فيولونس دونك قال لك رانا خايفين من لي زونفون لو كان يكبروا مع هاد لا فيولونس وتولي تبلهم حاجه نورمال اكسبتابل انيفيتابل تولي تبل حاجه نورمال مقبوله ما لازمش نيفيتيوها دونك هنايا قال لك لازم نحميو لي زونفون جا علاش راني نشرح لكم تحمست واقيلا نورمالمون ما نشرح لكمش هيا خلاص هاي ما نشرحش نبداو في لي كيستيون نعاودو نقراو تاكس لا سي با لا بان لا لا مدام سي با لا بان ساهل مدام كنت لا مدام انا عم ضحكتيني قلت بس حلقت المايك ما مغلق سي بوغ سي ما قدرتش نقول لك اي جماعه ما فقتش مع روحي لقيت روحي بديت نفرح ولو تام ومنا هذا وين فقت لا خلاص معليش سمحوا لي نان زاد تحتاج ترى كونفلي نزاع مدام هاد الكلمة لقيناها في التاكسي ستوريك ديجا حياتك لقيناها في التاكسي ستوريك كونفلي نزاع زوج تقسموني الكلمات حتى نكملوا زادت لحقتنا هذه انريتا اشفور هذه لا ديريكتور جينيرال دو لونيساف ونروحو نلقاوها هي نفسها تاع اللي فات نفسها تاع السجل تاع البارح اها جانفي 2019 المهم بعدا نشوفو لا سورس حنولي لكم الحاجة برك لهنا في لي موز اكسبليكي الكلمات المشروحة ما عطاكش الكلمة ومعاها الشرح تاعها دلك ترقيم شوفوا اتخ جوجي هو الشرح تاع الكلمه اللي قدامها رقم واحد شو اللي على النص كلمه قدامها رقم واحد ريبوند ها شوفوا لي الكلمه هذه تاع ريبوند راني سيليكسيونيتها كاين فوقها هذا رقم واحد على وحده رو موش ديكور ولا سول باش نلقاو الشرح تاعها لتحت صح هذه رقمها لك رقم واحد معناتها الشرح تاعها راهو الشرح رقم واحد معناتها ريبوند ومعناتها اتخ جوجي زيدو دو قالك الشرح تاع الكلمه الثانيه معناتها نيسيسار وين راهي دو هذه كريسيال كريسيال كريسيال
بالك نيميرو تاعها 2 دونك معناتها نيسيسير زيدو 3 قالك فون دي ناسيون جوني بور لونفونس 3 اللي هي كسهل علينا سهل عليك شوفوا كاينه الطريقه هذه تاع الارقام وكاينه طريقه ثانيه تاع يكتب لك الكلمه وقدامها الشرح تاعها اذا ما دالكش الكلمه وقدامها الشرح قوي هي كيما البارح ولا يرقم لك الكلمات في لو تيكست ويعطيك الشرح تاعهم من تحت مرتب هذا ماك هذه باش برك ما تحيروش فيها تقولوا ثلاثه علامه مكتوبه هنا وزوج علامه مكتوبه لهيك لو كريستيون la compréhension de l'écrit comme je fais à la 14 points parce qu'au sujet d'un scientifique. La première question, parmi les propositions suivantes, deux reprennent les idées du texte. Maintenant, il y a le identifiez-les et recopiez-les. Je fais ma yemle. Il comme identifier. Maintenant, arafli, je connais les deux liens et recopier ou aout ektebhom. Donc, mais ktefish va ktefir l'ijab, les ktefira ou aout ktebharu. لازم نركزوا مليح مع السؤال اها وش هما لي بروبوزيسيون اللي عطاني قال لي لي كونسيكونس نيجاتيف دو لا فيولونس سور ليبانويسمون دي زونفون ولا لي كوز دي كونفلي ارمي لي ميزور دو سيكوريتي بريز بار لونيسيف بور بروتيجي اي ايدي لي زونفون ولا لا فاسيليتي بور لونيسيف داكسيدي او زون دو كونفلي مين اللي استبعدوها الاخرى مدام مسخاتك زوجة ثانية لي كوز دي كونفلي ارمي هو في لو تيكست ما شفتش على اسباب الحروب اللي راهي صاريه ما شفتش عليها دونك خاطي هذه اور سوجي نحيوها زيدو لي كونسيكونس نيجاتيف دو لا فيولونس سور ليبانويسمون دي زونفون النتائج تاع العنف على تطور الاطفال عندها علاقه بالتكست هذه هي عندها علاقه بلو تيكست ثانيه نحيناها نزيدو نشوفو ترجمه قالك لي ميزور دو سيكوريتي بريز بار لونيسيف فور بروتيجي اي ايدي لي زونفون لونيسيف تحمي الاطفال وتساعدهم وي صحيح دونك هذه صحيحه نشوفوا الاخرى لا فاسيليتي بور لونيسيف داكسيدي او زون دو كونفلي اسكو لونيسيف حابه توصل للمناطق تاع النزاع لا لا مادام دونك لو تيكست تاعنا راهو يحكي على لي كونسيكونس نيجاتيف تاع لا فيولونس راهو يحكي على النتائج السلبيه للعنف على تطور الاطفال وراهو يحكي على اليونيسيف قال لك باللي حابه تحمي وتعاون الاطفال دونك لا بروبوزيسيون الاولى والثوازيام دوزيام كيستيون مادام وي انا Maîtresse, pourquoi m'arrive-je avec la proposition rabat, la facilité pour l'UNICEF pour d'accéder aux zones de conflit? On écrit le texte, il est donc moins nécessaire que l'ensemble des parties au conflit donne à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. تسمى كشوني مدلهم الاسباس باه يبروتيجي لي زونفون وي عرفنا نعاودو نقراها اصبري قالك اي بورتون Il est de plus en plus difficile d'atteindre les enfants en situation de crise. Il est donc crucial, il est donc nécessaire que l'ensemble des parties au conflit donne à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. Que l'ensemble des parties مجموعه من الاطراف او كونفلي اللي راهم دون على اليونيسيف لسباس نيسيسار بور بروتيجي لي زونفون داكور هنا واش قال لك La facilité pour l'UNICEF d'accéder aux zones de conflit. Oui, tout cela. On te cela. Bon, ça, je vais créer les jours. Tout cela. C'est moi, c'est vrai. C'est vrai. Je suis vrai, madame. Voilà, mais c'est vrai. Quelle que la facilité. باك حيمد لك ثلاثة تخيري مادام نوني قلت لها تخيري زوج اي تما تما ندوز زوج لي بلو تما لي بلو كون تديري لي دو لي باينين تديري لي دو لي باينين علاش نروحوا لهذه اللي شاكين فيها فهمتها كيف صرا انتيا هذيك الاولى والثالثه متاكدين منهم علاش تروحي تدخلي فيهم الثالثه ديري اللي باينين بنسي كانوا عندك ثلاثه صحاح هو قال لك زوج لازم تمدي زوج ما كان لازم تمدي ثلاثه قلت لكم دنيا حسيتها صحيحه
حسيتها نولي نخدمو بالإحساس يا جماعة. أنا حسيتها باللي غلطة. ماما أنا حسيتها غلطة مدام. قلت لكم هذو باينين زوج الخير ناهم باينين. شو هما اللي بلي بروش. صحيت علاش نروحو ندخلو روحنا في حوايج ماناش متأكدين منها. دوزيام كيستيون، لازم يكون عندنا فيلسوف في الحصة. Classez les mots et les expressions suivants dans la rubrique qui convient. Blessure grave, mort, trouble du comportement, cicatrice, stress nocif. Quelle catégorie les conséquences physiques ou les conséquences psychologiques? Physique, معناتها البدنية ou la jasadia, psychologique, l'aqliya. Les blessures graves, physiques ou la psychologique? Physique. Physique, bien. Mort. Psychologique. Physique. Trouble du comportement. Psychologique. Psychologique. Cicatrice. Physique. Stress nocif. Psychologique. Psychologique. Attends, mais les blessures graves, genre qui a dit dans le texte Bentley, psychologique, quand il est écrit avec eux. Mais je connais écrit. يعني كنت نقرا في واحد الباراغراف يهضر على الكوتي بسيكولوجيك ومن بعد كانت مكتوبه معاهم نورمالمون بس هو عطاها لي لهنا وحدها ما عطانيش معاها حاجه واحده اخرى ما قالتش لي التكست انا رجعت للتكست ثم ماده ماشي نرجعوا للتكست على حساب على حساب لا بروبوزيون اللي عطاها قال لي باراغراف سي بون بليسور الجروح وين يكونوا فيزيك اه داكوغ انا كتبتها من الاول في فيزيك ومن بعد كي قريت في التاكس عاود درتها بسيكولوجيك اها على حساب السؤال عطاك لي بروبوزيسيون اللي راهم قدام قرايهم وقولي علاه تقولوا لي صعيب هاو ساهل ما فيه والو 3e question nous dépendons de la générosité de nos donateurs cette phrase veut dire la contribution des donateurs est inutile la contribution des donateurs est insignifiante. La contribution des donateurs est capitale. Recopiez la bonne réponse. Comment t'as insignifiante? Madame, chef, où est-ce que tu es? Alors, la partie من les trois propositions est une seule. La chose qui est de changer les trois propositions, c'est la seule. قال لي inutile, insuffisant, insignifiant ou capital. نبداو بالوحدة. نقراو سعر الجملة اللي عطاها لي. قال لي nous dépendons de la générosité de nos donateurs. La générosité de nos donateurs هو كرم المانحين ولا اللي مدونا. هنا راهو يحكي لك على وين راهي الجملة في لو تكست. فتشوا لي عليها تاع لي دوناتور هذه. Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur, nous dépendons de la générosité de nos donateurs. Les donateurs de l'UNICEF, oui. D'accord. قال لك المساعدة ولا المساهمة لا كونتريبيسيون نتاع هاد لي دوناتور تاع هاد المساعدين ولا راح تكون اونيتيل غير نافعة ولا غير ما عندهاش معنى ولا تكون أساسية. كابيتال مدام. كابيتال باينة. بس كي تقول لي ما فهمتش مدام. ما فهمتيش شوفي معايا. قال لك نو ديبوندون دو لا جينيروزيتي دو نو دوناتور. حنايا حابين نحميو الأطفال. شكون راح يساعدنا في هذا الشيء؟ انا درت الدوزيام درتها هكا ما تقولي ليش واش درتي جاوبيني برك السؤال دوك احنا حابين نحميو الاطفال شكون هي الاخرى اللي تحمي الاطفال تاع اليونيسف منظمه تاع اليونيسف داكور قال لك هذو ما اللي حيعاونونا تاع اليونيسف هذو اللي تاع المنظمه تاع اليونيسف المساعده تاعهم راح تكون انيتيل غير نافعه ولا insignifiante ما عندهاش معنى ولا capital أساسية أساسية غلطت أنا درت الدوزيام inutile عندنا كي نقولوا utile حاجة utile حاجة نافعة inutile غير نافعة حاجة significante عندها معنى insignifiante ما عندهاش معنى capital معناتها essentiel ولا primordial ولا المهم أساسية
دونك هنا غلطت فيها مدام جاوني ليمو شويه واعرين صحيتي سينو سوجي ساهل سينو سوجي ساهل وي جوست باك لازم تكونوا فاهمين لي كيستيون و التكست دونك باينه باللي لا كونتريبيسيون دي دوناتور اي كابيتال سي بون وي صحيت Quatrième question. Complétez l'énoncé ci-dessous à l'aide des mots et des expressions qui conviennent pris dans cette liste. Attaque, écris mal fin le passage. Le passage Hava, attaque, je m'en amène le faragat, attaque, je m'en amène le kalimat. Complétez le passage, tu me le faragat. Ou attaque, attaque corporelle, école, la maison, le net. Les pays touchés par les conflits ou moral. Hi. Dans les pays touchés par les conflits. Asna. Quand je vais faire le premier, واش كان؟ كان قبلو dans. Dans معناتها في. في في وين راح تكون؟ يعني واش راح يكون وراها؟ اسم تاع واحد. Les pays touchés par. مكان. مكان. شكون هو المكان اللي عندي؟ عندي ليكول، عندي لا ميزون، عندي les pays touchés par les conflits. نكمل باش نفهم وين اللي خير قال لي لي زونفون فيف دي فيولونس لي زونفون وين يعيشوا العنف اسكو في ليكول اسكو في لا ميزون اسكو في لي بي توشي بار لي كونفليكت ما دا مش معناتها لي كونفليكت نعم اسنا نزاعات النزاعات هو مصباح انا نعاودوا فيها لي كونفلي النزاعات النزاعات ولا الحروب ولا جو سي با لي كونفلي النزاعات دونك قال لك عندك ايكول مدرسه لا ميزون المنزل Les pays touchés par les conflits. Les Bouldan, les Gaza, les conflits, il y a un nizar. Les enfants vivent des violences. Oui, les enfants vivent la violence. Est-ce que l'école ou la maison ou les conflits? Les pays touchés par les conflits. Voilà, les pays touchés par les conflits. Donc, je suis dans les pays touchés par les conflits. Les enfants. Les pays touchés par les conflits. Vivent des violences. Ou je suis bien. Corporel. Ça fait. Des violences. عندي violence لهنا تخلص بالاس. دونك راح نمدو الصفه تاعها des violences corporelles حتى هي في الجمع moral حتى هي في الجمع. دونك نكتبو وحده لهنا وحده له. راكم فاهمين؟ هذا مش معناتها corporel. جسديه. جسديه دي في الكور. صحيح. شغل فيزيك corporel و moral عقليه psychologique. داكور. Donc là, on a des violences ou oui, corporelles ou la morale. Oui, c'est bon. C'est la question physique, psychologique. Ou là, on a dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Donc, on a dit corporelle, morale ou la morale corporelle. Qui est-ce que tu veux? En bas. Ils les subissent au quotidien dans leur... On dit leur. Dans leur, donc, on dit leur. Parce que leur est dans le jamais. Dans leur, c'est qu'il m'a dit qu'il est dans le jamais. École. Dans leur école, à la maison. À la maison et sur... sur le net. Sur le net, yani abr l'internet. Donc, je vous le nomme. Dans les pays touchés par les conflits, les enfants vivent des violences corporelles et morales. Ils les subissent au quotidien dans leur école, à la maison et sur le net. C'est bon? Oui, madame. C'est bon? Oui, madame. صحيت. ساهل بنك هذا اسهل من تاع البارح. ساهل بزاف. Cinquième question. Le but de la directrice générale de l'UNICEF à travers ce texte est de. الهدف تاع la directrice générale. يعني هنا راح نمدو l'intention تاع l'auteur. Ou le but. شتوف le sujet اللي فات قالنا l'intention. Sujet هذا قالنا le but. واش نقصدوا بهم نفسهم les visées. لي فيزي اللي قرينا اختلفت قال لي لانتونسيون وكا قال لي لو بوت واش هو لو بوت تاع لوتور كونيكتي دي فون بور اسوري لا بروميسيون بصح حنا قال لك ريبوندي با فري او فوس ما نختاروش وحده وراك تشوي في الفون صح وي وي شتي ما كملناش السؤال يلصقوها في هاد لي بروبوزيسيون ما بانتش ما فيني هبطوها شوي لتحت وديروها اونتر بارونتيز ريبوندي با فري او فوس هنا حنا ريبوندي وفري وفو هاي نبدا قال لك كوليكتي دي فون بور اسوري لا بروتيكسيون دي زونفون هاي فري مادام نو لونيسيف حابه تحمي الاطفال ولا لا
Vrai, oui, madame. madame. Exact. Donc, c'est vrai. Collecter des fonds pour punir les auteurs de crimes. Faux. Allez, va faux. مادام هذه درتها فغي عاود نحيتها درتها فو تلفت لي باسكو كي قريت بانت لي شويه فغي هاي واحد فيكم يشرحها لنا مادام كي قريت في التاكس كاين باللي زعما اليونيسف ثاني زعما ضد العنف كيفاش لي كريم ضد لي كريميتو بصح واش شوفي واش قال مادام بصح الله انا وقال لك بوغ ماهوش اسمه مع ال مع لي واش معناتها واش معناتها بونيغ برك يعاقب يعاقب قال لك اليونيسف راهي دارت كوليكتي دي فون بور بونير لي زوتور دو كريم اليونيسف واش الخدمه تاعها الوحيده واش هي اللي تعاقب ماطه حمايه الاطفال اللي كتبتها فوق اسكو هي اللي تعاقب اللي دار الجرائم نو لا نو هي مش خدمتها تعاقب شوفوا واش قال لكم قرا السؤال مليح قال لك لو بوت دو لا ديريكتريس جينيرال دو اليونيسف وش هو هدف اليونيسف قلنا قال لك لا بروتيكسيون دي زونفون قلنا سي فري قال لك بينير لي زوتور دو كريم قال لك تعاقب الفاعلين تاع الجرائم اسكو هي مهمتها تعاقب المجرمين لا لا دونك سي فو ما فو ماشي خدمتها كوليكتي دي فون بور ايدي لي زونفون اون سيتواسيون دو كريز اسكو تعاون الاطفال في الحالات تاعهم تاع لي كريز سي فري Bien sûr. عندها شوفوا اي لونيسف وين تلقاوها تلقاو معاها لي زونفون سوا في لا بروتيكسيون سوا هاي قال لك ايدي لي زونفون اون سيتواسيون دو كريز تعاون الاطفال الاخرى واش قال لك كوليكتي دي فون بور اشتي دي زارم فو فو باينه اسكو لونيسف رايحه تشري الاسلحه نو نو دونك سي فو الاولى قلنا فري باسكو قالك لا بروتيكسيون دي زونفون تحمي الاطفال ثانيه قلنا فو باسكو قالك بونير لي زوتور ماشي هي اللي تعاقب المجرمين قالك ايدي لي زونفون وي سي فري تعاون الاطفال اشتي دي زارم راهي ما تشريش او مادام هي دونك سي فو هذا ما كان مادام كوليكتي دي فو معناها تلمس ورد كوليكتي دي فو تجمع الاموال وي يعني تجمع الأموال باش تحمي الأطفال تجمع الأموال واش راح دير بهم باش تعاقب بهم المجرمين ولا تجمع الأموال باش تحمي الأطفال ولا تجمع الأموال باش تشري بهم الأسلحة ميرسي سيزيام كيستيون شاك انفون a le droit de survivre et de s'épanouir كل طفل حق انه يعيش ويتطور de survivre et de s'épanouir. Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Il faut que Souad discute. Réécrivez la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Il faut que. Dès le cas où tu as dit la phrase, il faut que. Anna, madame, je crois que tu es. Vous êtes discuté, Bart. Ah, d'accord. Hi. Hi. Allez, ouais, je gagne de la phrase. Il faut que. Je suis le hedef maintenant. Il faut que. شو الحاجة اللي حتى تبدل في الفراس كون نبدأها ب il faut que. الفارب هو الانستبجونتيف. صح. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. هنا يا. صحة يا دنيا. قلت لكم ديروا سيكوة. مادم هذه وقتاش قريتيها لهم تعم معني شافيت لها. قريناها في لوتكس إستوريك. الدورة. أوكي. شتي. بس كو لطن الأزمينة نقراوهم في البروجي الأول. بصح يقدر يسقسيك عليهم في البروجي الثاني انا مانيش فاهم نعم واش من لوسون هذا تعمل تاع الازمنه تاع لي طون الدرس هذا تقراوه في لو تيكست ديستوار ما تقراوهش في هذا البروجي بصح يقدر يسقسيك عليه اوكي سينونيم دايرته في يوتيوب ادخلوا باك لليوتيوب مراجعه رقم 4 نورمالمون رقم 4 في المراجعة التكسيسوري كان يمدار لي طون قراو سوبجونكتيف مادام حنا مازال ما درناه في دوراتي درناه درته لهم اليوم صح شتي اليوم قرينا 8 9 11 قرينا 11 طون ايه تما خليتي الحصة الرسمية ورحتي معليش هاي مسجلة مادام بغيتي نقول لك حاجة دقيقة وي انا ما كنتش تبعت لي في اليوتيوب ني والو لقيتك في انستغرام هكاك
ليت انسكريت دياكتم وحدك ثقه بالنفس يا مدام. والله ما كنت نعرفك، ما كنت نعرفك باسكت قاضي مليح ولا ما قاضيش. دياكتم وانسكريت وخلاص بعدا قلتي على ربي كيما جات ثاني وثاني يا قلت لي كيف ماتهم بزاف يشكروا فيك وكامل ما لاحظتش. انا قرات من عند اختي الله يبارك الله يبارك. واش من عام قرات عندك؟ دوزون هذا العام الثالث تقرا عندك باليوتيوب. الله يبارك ما شاء الله. هيا من بعد وشكروني باسكو اليوم عيد المراه نورمالمون تشكروني. تقولي صباحك بون فيت يا مدام. ما فيهاش فيا خلاص. بعث لك في تيليجرام. ما نكذبوش كاين اللي بعث لي صح بصح انا ما مقتلاش بون فيت ماذا كيفاه ما مقتلاش بون فيت فوالا على انا جبت لماما كادو الدنيا وسكتو برك وانا ما كاينش اللي يقول لي. خلونا بعدا في الحصه وشكروني وكيف عرفتوني. خلونا ساعه نكملوا السوجي تاعنا وين وصلنا يا ربي خير. هي قال لك شاك انفون ا لو دووا دو سيرفيغ اي دو سيبانوير. وين هو لو سوجي وين هو لو فيرب في هذه الجمله؟ سيبانوير جاوب ولا هاي وين هو لو فيرب؟ يا مهدي ركز شوي مدام. هو لوكسيليير افوار او بريزون دو لانديكاتيف لو فيرب افوار لوكسيليير افوار au présent de l'indicatif. D'accord. Il dit le verbe. هو عطاني الجمله تاعي عطاني فيها فعل مصرف في البريزون. بصح قال لي الجمله هذه دي اللي قبلها il faut que. راك لو كان تحط قبلها il faut que حنا على بالنا بلي بعد الكو لازم يجي سوبجونكتيف. واش هي الحاجه اللي راح نغيروها؟ راح كان عندي l'auxiliaire avoir في البريزون راح نرجع l'auxiliaire avoir في السوبجونكتيف. وش هو لوكسيليار افوار في سوبجونكتيف مع il باسكو عندي انفون؟ هاي اذا كان شفيتو اذا ما شفيتوش نكتبه لكم لهنا. اي صح ايتي اي ايتي 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 اي كتبنا كيما هكا كتبنا هكا كيما جي tu es شنو نكتب tu es il est هذا هو الاوكسيليير avoir في لو سوبجونكتيف. داكور دونك واش تجي دير il faut que نعاودو نكتبوها لهنا او لو تيكست ها نكتبو il faut que هاي chaque enfant تقعد كيما راهي ولا لا تقعد هكا تبقى كيما راهي شاك انفون ا راهي في البريزون حنردوها في سوبجونكتيف واش راح تولي اي اي ايتي اها لو دووا دو سورفيفغ اي دو سيبانوير تقعد كيما راهي. دونك واش هو الهدف تاعو؟ انه قال لك بدا لي الجمله بيل فو كو راهو يقول لك روح للفعل اكتبو او سوبجونكتيف باسكو لازم ورا الكو يجي عندي فيرب كونجوغي او سوبجونكتيف بريزون. اون اي داكور اي ما فاهمين وي صحيح ولا غير سهل السوجي هذا انا جاني صعيب شكون جا صعيب هذا ماشي كاين فيه كلمات بزاف اللي ماشي مفهومين مثلا نعرفك فحله هي حاجه الكلمات هذا هو لو تيكست ارغومونتاتيف لازم تفهم الكلمات ما كانش حل مام استوريك ما دام فيهم كلمات نو استوريك ساهلين لا لا استوريك الكلمات تاعو جبينين شوفوا تاع تيكست استوريك مام ما تفهمش النص مام ما تفهمش هكا كلمات بصح تقدر تريبوندي عليه قريتو على بالكم واش كاين مش كيما لارغومونطاتيف وي مدام. سيتيام كيستيون تروفي ا كي رانفوا لي برونون ولا لي مو سويفون. قبل ما نكمل واش راكم تلاحظوا في السؤال؟ واش راكم تلاحظوا؟ قال لك تروفي ا كي رانفوا لي مو سويفون. لا على من يعودوا ماذا
هي على بالي على من يعودوا. واش هي الحاجة السبيسيال اللي قالها لك؟ تروفي لي مو لي مو سويفون. نو معناها عباد هكا. قلت لكم دنيا يرجعوا على نفس، قصدك على انسان. وي شوفوا قال لك تروفي ا كي، كي من دونك راح يكون شخص. هو في السؤال شو مال فيه يقول لك، كان يقول لنا تروفي ا كي او ا كوا، دونك يقدر يكون شخص يقدر ما يكونش شخص. مي لهنا قلت لك تروفي ا كي، قال لك تروفي ا كي رونفوا. دونك افهم باللي لي برونو هذو اللي عطاهم لك كامل راهم يرجعوا على اشخاص، فاهمين؟ باش تكون باش تورينتيكم فيغ لا ريبونس جوست، باش تديكم لا ريبونس جوست، باش ما كانش تبداو تخلطوا. قال لك نو ديبوندون دو لا جينيروزيتي لو ديرني باراغراف و فوتر ايد في لو ديرني باراغراف. كيف كيف هاي نروحوا لهنا. ها هي كي لا نو ديبوندون دو لا جينيروزيتي، ها سطر لك لهنا تحت نو هذه اللي سيليكسيونيتها. نو على من تعود نعاودوا نقراو على اليونيسف مدام هاستناي نعاودوا برك نقراو الجمله. Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur, nous dépendons de la générosité de nos donateurs. شكون اللي راه يهضر في لي تيكست؟ منظمة مدام تاع اليونيسف. ماشي منظمة، شكون اللي راه يهضر؟ هذيك هي الديريكتريس جينيرال دو اليونيسف، المديرة العامة لمنظمة اليونيسف. دونك الانسان اللي راه يهضر في لو تيكست هي المديرة تاع اليونيسف. قلت لكم نو شكون احنا؟ على ما نخدموا في اليونيسف هي وشكون؟ لي ممبر دو صحيتي لي ممبر دو اليونيسف. هي راهي تقول لكم نو نحن، اي تهضر عليها وعلى اللي معاها في المنظمة. قلت لكم نو ديبوندون دو لا جينيروزيتي دو نو دوناتور. دونك نو لهنا راهي هي اللي راهي تحكي علي، تحكي على روحها وراهي تقول نحن. هي مع من راهي؟ راهي هي مع اعضاء المنظمه تاعها. دونك نقولوا نو رونفوا ا لوتور اي لي ممبر دو لونيسف، اعضاء لونيسف اللي معاها. داكور انا كتبت على اليونيسف غلطه. مش تقدري تقولي اليونيسف بصح شويه اجابتك تكون ناقصه. ما كي تقولي له على لوتور وعلى الاعضاء تاع اليونيسف هنا تكون كومبليت. وين راهي فوتر هذه فوتر اد؟ هاي لي دوناتور مادام. صحيت لي دوناتور. واش معناتها لي دوناتور مادام؟ متبرعين. جايه من لو فيرب دوني، دوني دوني يعطي. دوناتور هو الانسان اللي يمد. اوكي وش قلت لهم؟ En 2019, nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif. هذوما الأعضاء تاع المنظمة تاعها قلت لهم راني تاكل عليكم باش تحققوا لنا لوبجيكتيف تاعنا، الهدف تاعنا. وبعد قلت لهم avec votre aide وبمساعدتكم. دونك شكون راهي تقصد؟ لي دوناتور. في زوج لقيناهم اشخاص ولا لا؟ لي دوناتور اشخاص و لوتور شخص. دونك في السؤال قال لي اكي، نفهم باللي راهم يرجعوا غير على الاشخاص. نفوتوا لا 8ام كيسيون ولا لا؟ وي 8ام كيسيون. سولو لوتور حسب الكاتب leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues à guérir. Leurs blessures, جروح تاع من؟ تاع les enfants. تاع les enfants. Donc il قال لي leurs blessures، هو يقصد les blessures تاع les enfants. قال لك leurs blessures psychologiques، العقليه ولا النفسيه، ne sont pas manifestes، لا تظهر، et sont plus longues à guérir، وطول باش نعالجوها. قالك باللي الجروح النفسية تاع الأطفال ما تظهرش عليهم وصعيبة باش نحاربوها ولا باش تروح. مش كيما لي بليسيغ فيزيك ولا كوربوريل، خي الجرح يجي وقت وين رايح يروح الجرح. بصح ماشي كيما لي بليسيغ بسيكولوجيك، النفسية صعيبة ان الواحد يتخلص منها. الوغ لا دي زونفون. دونك واش قالنا؟ اكسبليكي، اشرحوا
en deux à trois lignes comment les blessures psychologiques empêchent le développement et l'épanouissement affectif et social de ces enfants. Galik, achrahli comment les blessures qui fâchent le jorouh nafsiya empêchent twaqf le développement tatawwur ou l'épanouissement l'amal loula affectif l'affectif l'hissi ou social l'ijtimaï تاع les enfants. Galik qulli kifash les blessures psychologiques qui affrou la tatawwur wa dirasat wa taruqi ou la kifash ngolo. Madame, d'être dit que leur comportement et leur développement. Attendez, je vais complète. Hi, nous allons jouer avec vous. نديرو نتابعو الخطوات تاع الاجابه ما نمدوش اجابتنا هكا طايش واش نبداو اول حاجه فيغ امونافي دوبينيون درنا باه امونافي بدلو لي جو بونس كو دابري مو ها نقولو دابري مو دابري مو ها هاي من بعد شقلنا نديرو خطوة ثانية اكسبريمي ان رابور لوجيك قبل ما نديرو لو رابور لوجيك نطيشوه وحدو واش نديرو له لا لا انا درتو ديريكت مادام تلفت لي كيش نعاود نركب الجملة ما هكا نكتبو دابخي موا باسكو هكا يلا نكتب كتبت امون افي كار امون افي كار لا لا لازم نعاودو صيغة السؤال باش ندخلو فيها لو رابور اي كي ما فهمتش لا كيسيون نتلفت لك شنو نعاود ندير صياغه السؤال شتي ما فهمتيش ها هي كي كومون معناتها كيف ماشي ما دخلتش كي كتبتها جاتني بزاف كتبت هكا شوفي دا جوست امون افي لي بليسور هذيك بسيكولوجيك اي باشمون اي لو ديفلوبمون اي لو ديفلوبمون هاني فاسيت هاي تبان لي شويه برك هي صحيحه نحي برك كومون كيف تبداي لي بليسور بسيكولوجيك امباش لو ديفلوبمون سوسيال باسكو وتكملي ها مادام صح جات اكثر من تخوالين هما قال لك تخوالين صغري خطك كيفاش غنديرو السؤال تاعهم طويل لا غالب دونك دابخي وما تشوفيش اللي هنا ولا في الورقه تاع الكراس شوي صغيره الورقه تاع الامتحان هي شوي طويله كبيره عريضه هكا دابخي موا les blessures انا بيان سور مش حنعاود نكتبها كل les blessures psychologiques nanani nanana حتى ses enfants ها واش من رابور لوجيك راح نديرو car دركا نمدو الاجابه تاعنا en fait ils sont exposés à un stress هذيك nocif qui peut avoir des effets اسمحي لي قبل ما نكملو ما نقدروش نجاوبو من لو تيكست جامي سواء في الكونترونجو ولا في الكيستيون دو سينتيز لو كان تجاوبي من تيكست يعتبروك درتي كوبي كولي مادام ماشي قلتي لنا بصح كي ما تقدروش تفهموا دو شويه من التاكس استناي لا اله الا الله محمد رسول واش قلت لكم تديو من لي كيستيون لانه لي كيستيون ماشي لا ديريكتريس تاع لونيسيف اللي كتبتهم لي كيستيون كتبهم الاستاذ دونك لي كيسيون ماهمش كيما لو تيكست اتونسيو تهزو كلمه من لو تيكست سمعوا لي حش راني نقول كيما تفهموش تهزو من لي كيسيون باسكو لي كيسيون البروف لي دار السوجي هو اللي كتبهم بصح لو تيكست كتباتو لوتور لو كان تهزو لي من تاع لوتور وتحطو لهنا شغل ما درنا والو فهمت فاهمين في هذه باش ما تقولوش هاي قلت نهزو من لو تيكست و فهمو مليح الساعه واش راني نقول ها ما كي لا لي كيسيون شوفو طراش كش ما تقدروا تستفيدوا منهم مادام لا كيسيون لو ما نقدروش نهزو منها وين كيسيون لولا تعطيني لي بري دوزيام نقدروا مادام هادي كونسيكونس سيكولوجيك عسنا سعين تفاهموا حنا حنمدو لي كوز ولا حنمدو لي كونسيكونس شا نقدروا ندو منها عسنا تنعاودو نقراو السؤال قال لي كوز مادام قال لي كومون لي بليسور بسيكولوجيك كيفاش تاثر الجروح النفسيه على التطور تاع الاطفال كيفاش دونك حنمدو لي كوز الاسباب اللي تخلي الاطفال ما يتطوروش
من وين الأطفال ما عمش يتطوروا؟ من وين؟ à cause de quoi؟ de la violence. de la violence. زيدو. les blessures graves. نقولوا parce que راهم عايشين في des pays اللي فيهم la violence. هذا الشيء حيأثر عليهم ما يخليهمش يتطوروا. زيدو شو الحاجة اللي تخليهم يتطوروا؟ oui. دنيا كي قلت لي ديمينوي لا كونفيونس بيرسونيل هذه نتيجه هنا حبينا نمدوا الاسباب اللي مادام سما كيما اسمحيلي بغينا نمدوا الاسباب اللي ما يخليوش الاطفال يتطوروا لو كليما دو لا ميزون من لهنا رانا نحكيو على لا فيولونس في المناطق اللي فيها النزاعات مادام سما كيما درتها غلطه ما يمدوليش عليها واش درت انت كيما درتها قريتها لك امونا في كيما درتها من التكست كوبيتها نو 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 غلطه بس كي يقول لك كي هزيتي الهضره تاع لوتور حطيتيها وانت اللي هنا قال لك دابخي توا انت اللي رايحه تجاوبي اجابتك مش باسكو شغل هضروا هما كلش في التكست جيت نسيه نهضر لازم شويه نبدلو الكلمات هيا مادام لا فيولونس غلطة على غلطة صح واش قالنا قالنا كومو لي بليسيغ سيكولوجيك امباش لو ديفلوبمون اي لو فورماسيون افكتيف اي سوسيال دو سي زونفون تما كيفاش التاثر تاع الطفل معنويا ما خلاه شغل يديفلوبا قال لك كيفاش ما يخليهش يديفلوبا كيفاش تما مدو لي كوز تاع اللي ما خلاوهش يديفلوبا صح هاي قلت لكم لا فيولونس امباكت سور لو سيرفو دي زونفون ممكن جبتها تخيل لي اختاني باك 2023 2022 من 2023 مازال ما حقناش بصح حنا الجروح النفسية على تطور الأطفال على لا كونفيونس في روحهم مادام صحيتي تولي تما هنا واش راح نمدوا الأسباب ولا نتائج نتائج فهموا رواحكم حال نمدوا الأسباب ولا نتائج ايه لازم نمدوا الأسباب أسباب ايه انا حسيتك كنت دي شغال اسمها شن مدو احنا مدو الاسباب ولا نتائج اخر مرة نسقسي مدو اسباب اسباب هو عطاك السبب لا فيولونس نتائج مادام مالو علاش مادام قلت لك كا قلتي لي جيس نورمالمون نديرو سمات على كونسيكونس قلت لكم حاولوا فيها من قبل ولا ما قلت لكمش وي مادام انتم ما كراكم هكا ساكتين وتسناو في امد الاجابه ما على باليش واش راكم ناقصين ولا راكم ناقصين لا لا درتها غلطه انا مادام باسكو درت غلط هي دوك ديرها ما درتهاش ديرها كونسيكونس كونسيكونس ولا كاز لي يقول لي كاز يقول اها شكون اللي فتح لاكام تاعو مانيش قادره تزيدوا تعيطوا لي دوني طفيو المايك طفيو الكاميرا تاعكم هاي انتم اللي راح ديروها اخي شحال من مره احنا نحلو في لا كيسيون دو سانتاز مادام لا كونسيكونس لي كونسيكونس على واه السبب هو لا فيولونس ايه وشنو هما الحاجات اللي تؤدي في ليهم لا فيولونس مغمر ما عندي الحق واش قلت لك مادام
على واش قلت لي؟ قلت لك بلي مشي لاكوز ها راه ما قلت انا درتها ما قنعت بصح دوك ما قنعتنيش ايه بصح انا المهم قنعت روحي عطني سبب تراشي يقنعني عطني جمله مفيده تقنعني معظم ها هي لهنا قال كومو لي بليسور سيكولوجيك كيفاش تاثر عليهم سما لي كونسيكونس خلاص انا مشيتو معايا في الخط معظم les enfants vécu la violence risque de devenir violent risque de devenir violent زيدو قالوها في لو تكست وين قالوها هاي شا وين راهي وين قالوها وين قالوها وين قالوها ها قال لك ces enfants grandiront en pensant que la violence est normale, acceptable et même inévitable. قال كي كبروا ما على بالهم بلي لا فيولونس راهي نورمال ومقبوله وما نستبعدوهاش دونك واش راح يوليو فيولون بصح لو كان بدلوا الصيغه تاع لا فورم تاعها اه بدل برك الصيغه هي نورمال بدل الصيغه كيما قلت انايا عاود لي باش نكتب استنى قلت لك زيدي كوريجيها انتيا قلت لك لي زونفون في ايون ايون فيكو لا فيولونس risque de devenir violent. خلاص هذا ما كان نعاودو باك نكتبوها d'après moi زيدو الباقي عطيونا جمله مفيده d'après moi واش قلنا لي لي بليسور سيكولوجيك انتما راكم تكملوها حتى لسي زونفون اها ومن بعد واش من رابور نديرو على كونسيكون حنمدو النتائج تاع العنف اللي رايحين يخليو الطفل ما يتطورش دونك واش نقولو كونسيكون اعطوني كلمه حنقولو كونسيكونس لا بار كونسيكونس بار كونسيكونس بار كونسيكون اها لي Les enfants risquent. Qui fait goûter? Aïe. Allez, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit. Madame, la question est très importante. Je ne sais pas. 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 علاه راكم ساكتين عطوني جمله بالعربيه برك حاجه تاثر في الطفل وما تخليش يتطور واش يولي يدير اسكو يولي اسكو تولي ما عندوش القدره باش يتعامل مع الناس اللي محيطين به ولا لا ولا يدير ما دام نورمال يشك في كاع الناس صحيح دونك مادام تعرض للعنف بزاف وعايش في دي ريجيون اللي فيهم لي كونفلي دونك اي واحد يشوفه يعتبره بلي راهو فيولون دونك يولي ولا ما يوليش يقدر يتعامل مع الناس اللي قدامه يعني نقولوا عدم القدره على التعامل مع المحيطين به نترجموها واش نقولوا عدم القدره اللي هي لا كاباسيتي هي القدره انكاباسيتي هي عدم القدره incapacité على التعامل كيفاش نقولوا التعامل تعامل à interagir avec مع المحيطين به avec son entourage نقطة هذا ما كان d'après moi les blessures psychologiques empêche le développement et l'épanouissement affectif et social de ces enfants. Par conséquent, ils vont devenir incapables d'interagir
avec son avec leur entourage. C'est bon? Oui. يولي ما يولي يفقد القدرة في التعامل مع الناس اللي محيطين به. أي واحد يشوفه يعتبره فيولون. أي واحد يشوفه يعتبره راح يتعامل معه بنفس المعاملة اللي كان يشوف فيها وراه عايش. دونك واش قلنا؟ دابخي موا هنا درنا ليكسبريسيون دوبينيون. هنا ديجا راح تديو عليها نص. لي بليسور بسيكولوجيك امباش لو ديفلوبمون اي ليبانويسمون افيكتيف اي سوسيال دو سي زونفون. بار كونسيكون ils vont devenir راحين يوليو incapables غير قادرين d'interagir avec leur entourage. راح يوليو غير قادرين على التعامل مع لونتوراج تاعهم. C'est bon? Oui. Oui, madame. Toujours que je m'attache en français parce que ma comme زعما هكا تقول في جمله في راسك وراح تجيك واجده بالفرنسي. اكتبها بالعربيه وكل جمله ترجمها وحدها. عدم القدره دونك لانكاباسيتي التعامل ولا كيفاش نقولوا التعامل مع الوسط اللي راك معاه انتيراجير لونتوراج ولا الوسط هو لونتوراج فرات بعد لصقهم مع بعض تكون جمله فاهمين. جات لا كاسيون واعره لا واعره شويه ماضه ماشي واعره غير تتخلط لك شويه بين لا كوز ولا كونسيكونس. وي فوالا اسكو راح تمد الاسباب ولا تمد النتائج ولا فو بيان لي لا كاسيون. لازم في الباك ما عنده مزربكم كي تفوتوا هذوك شتو كي تكملوا هذوك لي كاسيون الاولين هذوك غير ساهلين يبقى لكم الوقت لا كاسيون دو سينتيز. سينو انا كيفاش كنت ندير كي جبت الباك واش كنت ندير؟ كنت نبدا صعب لو كونتروندو نقرا لو تيكست بيان نبدا بالكونتروندو ونبدا بلا كيسيون دو سينتيز باسكو هذوما اللي راحين يطلعوا لي لا نوت تاعي. لو كونتروندو عليه 8 بوين ولا 7 بوين ولا 6 بوين مع لا كيسيون دو سينتيز عليها 2 بوين دونك ديجا كضامن ال10. كي تضمن ال10 تاعك وتحطها في الجيب ثم راح ريبوندي على لي كيسيون تاعك بعقلك ماشي تجيب ساعه وانت في لي كيسيون ومن بعد كيسيون دو سينتيز كونتروندو اللي هو الرسمي اللي لازم تخمم فيه ما تخليلوش الوقت. دونك توجور في الباك ابداو لي بالكونتروندو وبالكيسيون دو سينتيز اكتبوهم لاش في لو برويون تاعكم وخليوهم من بعد روح لي كيسيون تاعك في عقلك جاوب عليه هكا باش يكفيكم الوقت وتضمنوا انكم ديروا الحاجه اللي تجيبوا بها لي نوت. متفاهمين؟ وي مادام. وي مادام وين راكم الباقي؟ كاين فرد كاين غير زوج عباد من الصباح وهما وي مادام وي مادام قتلوني بمادام هذه ميتريس مهدي فهمتني يا وي مادام وي مادام يا ربي لذيذ دوكا قولوا لي استيس واش فريري كي تحكي بلي ميساج نقفلهم واش رايحه نقول درك هي بقينا لو كونتروندو حنسقسيكم لو تيكست اللي قدامنا اكوميلاتيف ولا دياليكتيك يعني فيه اون سول تاز ولا فيه دو تاز اكوميلاتيف مادام اكوميلاتيف باين اكوميلاتيف باسكو راه هو يحكي لك غير على لا فيولونس لا بروتيكسيون دي زونفون كونتر لا فيولونس يحكي لك على اليونيسيف كيفاش رايحه تحمي الاطفال ولا لي ميزور دو بروتيكسيون اللي رايحه تاخذهم اليونيسيف باش تحمي الاطفال. دونك توجور رانا نحكيو في لو ميم سوجي يعني رايحين نخدمو بلو تيكست ارغومونتاتيف اكوميلاتيف. شكون اللي دار لو كونتروندو مادام لا بروميير فوا في حياتي نديرو كومبلي دايما نبدا في النص نحبس تتلفي هاي صحيح يعطيك الصحة الباقي يقعدوا تتفرجوا انا خرجت على 5 ونص خرجت على 5 ونص وباح ما رقدتوش بكري و ياي 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 راكم ترمينالا خرجت على 6 وحليت تاكست هكا بصح ما حليتش كونتروندي يا ودي حلي كونتروندي وما تحليليش تاكست منا وهك حلوا الكونتروندي والله لا حليتوا الاسئله بس الكونتروندو والرسمي الاسئله ميتبدلوا الاسئله شاك باك راح تلقى اسئله جدد بصح لو كونتروندو حيبقى نفسه. دونك هذه فرصه ليكم باش تبراتيكيو على الكونتروندو تخطيكم انا شوفها نعم ما عندناش الوقت انا خلص على الرابعه وشتي الباراميديكال لي اكسبوزي بزاف عباك والله ما قدرت باراميديكال سي بون
ما كان لها تكملي لي بيكون في العون. انا دوك يمكن كمل راح ندير اكسبوزي والله دوك بديت فيه وخد راح نقدمه وكان بيت سهره معاه الفوتو غلبو شوي مادام ولا لا رانا بزاف ولا بزاف مادام بزاف داري نقرا ليله الفرد وليله الاختبار زعما باش نقول هذا ما خرجش عليا هذا البروغرام تاع الباك يا شتي واحد اللي خرج عليه البروغرام تاع الباك بصح فوزات اوبليجي باش تتاقلموا ما عندكمش حل واحد اخر هو عام ويفوت اصلا وفات العام واش بقى لكم شهرين افريل مي هذا ما كان واش بقى لكم كملوهم وتتهناو خير ما تضيعوا عام على رواحكم نتوما خير مدعينا معاك نتوما خير بديتو بديتو والله غير ديما ندعي لكم والله شتي ان شاء الله نقول مدام نهار اللي غيتي تام به تلك زعما بيان سور بيان سور انا نهار لي نهار لي ريزلتا مال فانا لي نعيط لزلف تاعي دونك نعيط لكم بالواحد ما تخافوش ان شاء الله ونسقسيكم على الفرنسي ونبهدل لكم اون ديريكت فرنسي عيط لنا بعد 3 ايام ها الرولفي المهم ان شاء الله باك تجيبوا نقطه مليحه وما يروحش تعبنا في باطل الله هاي Donc, on a oublié le texte, c'est un texte argumentatif accumulatif, il fait une seule thèse. Donc, on va faire le plan l'oul. Donc, je m'en ai dit le compte rendu. T'as l'effet. Oui, on a compte rendu. T'y a avec Bedaouia. Donia. باش نشوف شنو كونط رونجو كي تحكي عليه نورمالمون بعثتي لي تاع ها شفت عليك مازال ما صححتوش خي قلت لك نهار دخلت لي ميساج تاعك سي فري قلتك بعثتي لي دي فوتو بصح ما كانش عندي لا كونيكسيون ما خرجوا ليش خرجت لي باك بلي بعثتي لي دي فوتو دوك من بعد ان شاء الله راني نشوف لك وفريالا كي ما بعثتيليش لو كونط رونجو تاعك تاع تكست هيستوريك هاي مادام نقدر نحل الاخر سيونتيفيك 2021 argumentatif ne bathou lek bien sûr khi qelt lkom sujet li tḥallou wala tḥabou nṣeḥḥakom ma bathou li ana ma ṣawwart lekch madam khatch ambali ma tfahmish ktibti ma'lech ma'lech li sont ali bihal sujet w yeb3th li nṣeḥḥ lou yeb3th li normal wi fi ya dirti li flokhor khi qelt ṣeḥḥi li mouch ṣeḥḥiti li صححت لك لا كيسيون وي بصح قلت لها نسنا في كونترول دو لا كيسيون صح 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 البارح الكونيكسيون شويه قطعت المهم بعدا شويه يكون عندي معليش ومديري العلامه وصحي لي بالتزيار ها خلاص اختي كاش مش هيا داك ماسي بوكو بوكو انا قبل ما حبيتش نحكي لك عاد وقعت لهنا في الحرف الضار في كوبي اه معليش حتى انا حرت سبحان الله فريال تكتب في لي ميساج حقه حقه استاذ استاذ اه نعم انا رحت لكيسميوها تاع القلم اليوم سلكت قولي هي اها الحصه تاعك هي تهنيت وقال سقساني واحد السما قال يخدم تما قال لي استاذ مليحه كنتي تبعها في الزوم سي با لا بيل تغلط قلت له هك من الاخر اه على واش قال لك اه قال لي استاذ مليحه في القمه تخبط قلب قلت زوج صحاباتي قريت كي عاد اليوم رياضيات حتى هما دوك يزيدوا يجيب اها المهم انا جمعت لك ما تكسريش على صحيا معليش صحيتي واش راح نسقسيك الحصه تاع النهار الخميس ما قالولكش على قداها اها ما قالوليش على قد ماما معشيه باسكو ما افيشاوش وعيطت قبل يتحكمهم ايه كون قلتي لي اليوم لا ما على بالي اليوم بعد كنت عندهم ما قلتيليش بلي انا راني بالك غدوة نفوت لهم ما لا فوتي لهم استاذ كونفيرمي باش نجيو عندنا خلاص ان شاء الله هاي نكملوا لو كونط روندو قلنا حنخدموا بلاكوميلاتيف نبداو بالانتروداكسيون دون سو تيكست ارغومونتاتيف بروبوزي بار واش اسم لوتور اصلا نروحوا للسوجي كرينيتير ما عباليش واش اسمه هذا مانيش لا 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 هذاك التيخ راني غلطه حسنا هذاك ها هو اسم لوتر قلنا اسم لوتر هو اول حاجه تكتب في لاسورس
ان ريتا اشفار هذه هي لا ديريكتيف جينيرال دو لونيسيف داكور اسكو عندي تيتر لهنا وي مادام عندي دونك نقول انتيتولي ولا نو انتيتولي intitulé intitulé action humanitaire pour les enfants en 2019 d'accord zedo واش عندي la source de extrait de d'un site madame صحيت site parce que عندي هاي 3w.unicef. donc c'est madame درت بالمغير d'un site ما نكتبوش السيت كيما راهو مكتوب والله ما شوفي كيما هكا هذا السيت ساهل بصح دي فوا يعطيك واحد السيت هكا مخربطين قولي له سيت باركو فرات داكور اذا حبيت به كتبيه بس هذا السيت شوفي هذا السيت ساهل وقصير شوفي هذا سمعتي يا كي يكون سيت هكا طويل ومخلط وما فيش ال نكتب الماردان سيت كتبي سيت باركو فرات حسنا وين هالسوجي قلنا عندي تيت خلقينا لو نوم دو لوتور لا سورس قلنا سيت لا دات جانفي 2019 على بالنا جانفي 2019 قولوا اون ولا نقولوا لو اي اون جانفي مدام صح قلتي اون جانفي 2019 باش نقولوا لو جانفي نهار لو اها دونك اون جانفي 2019 لو تام وشو الموضوع تاع لو تيكست لا فيولونس دي زونفون فين نقدروا نهزوه les on ah les loulas les conséquences les نقدرون هزوم la question loula اللي هي les conséquences négatives de la violence sur l'épanouissement des enfants خيوي يحكينا على النتائج النيجاتيف نتائج سلبية تاع العنف على تطور الأطفال هيكا وي دونك نهزو الجملة هذه كيما راهي شوفي يا سيرين منين هزيناها اسكو هزيناها من لو تيكست لا لا من لي كيسيون هزينا من لي كيسيون لي كيسيون تاع من ماهمش تاع لوتور دونك رانا ما عاودناش الهضره لي كيسيون راهم نتاع الاستاذ اللي دار السوجي دونك نهز من لي كيسيون وجامي لا نهز من لو تيكست وي نروحو دركا مادام انا درتها هكا دون سو تيكست لوتور شيرش ا كونفينك لي ليكتور افيك سون بروبر بوين دو فيو سور لي دونجي دو لا فيولونس دي زونفون كونفينك عاوديلي convaincre les lecteurs avec son propre point de vue sur les dangers de la violence des enfants صحيح يعطيك الصحه صحيحه sinon اذا ما حبيتيش تخمي كي تلقاها في السؤال الاول واجده ها dans ce texte argumentatif proposé par Enrita Dick Ashford intitulé action humanitaire pour les enfants en 2019 extrait d'un site Est-ce que خليو هذه ايديتي شي لا ميزون ديديسيون نو مادام خاطر ماشي كتاب نحيوها ايديتي شي لا ميزون ديديسيون باسكو ما عنديش كتاب اون نخليو اون ولا نقولو لو اون لو اون جانفي 2019 لوتور بارل دو لي كونسيكونس نيجاتيف دو لا فيولونس سور ليبانويسمون دي زونفون هكا كاينه في السؤال الاول اي ا بور اوبجيكتيف دو كونفانكر او بيرسوادي convaincre et a pour objectif de convaincre les lecteurs. C'est bon l'introduction? Mmh. Je vais vous parce que quand il y a la façon un peu de juste ou de l'animale. Je suis ma fleuve les idées. دوكا نفوتو للديفلوبمون دونك نشوفو تاع شغل ما درتوش كيما فهمتي انتيا درت شغل وحدي هضرت علاه ما درتش كيما فهمتكم شافنا لا ماشي كاين حاجات شغل كلمات اللي جاوني واعرين هضرتهم شغل سهلتهم معليش هاي دوك نشوفو طراش بالك يكون صحيح شوفوا لي ديفلوبمون شحال كيوت وساهل شاف واش نقولوا لوتور ديفون و لي ريفوت لا تيز سويفونت ريفوت مادام réfute صحيت يعني نحيو علينا هذه تاع ديفون وي لوتور ريفوت واش راهو ريفوتي فيولونس لا تيز سويفونت لا فيولونس دي زونفون لي دونجي لي دونجي دو لا فيولونس كونتر لي زونفون لي زونفون داكور دونك لا تيز تاعنا واش هي لي دونجي هو قال لي لي كونسيكونس نيجاتيف دونك نقولو لي دونجي
les dangers de la violence envers les enfants. Donc, je connais l'auteur réfute. L'auteur réfute la thèse suivante, les dangers de la violence envers les enfants. Et pour mieux convaincre ou persuader ses lecteurs, il développe ses arguments. Pour mieux convaincre. Mais je suis persuadée. Mais allez, je vais vous dire. Convaincre les lecteurs. L'auteur dit de la E. Parce qu'il dit, voilà, Zéd, ou qu'il y a une chose d'autre. L'auteur réfute la thèse suivante. Et pour mieux convaincre ses lecteurs, il développe ses arguments. Elle. Donc, là, c'est tout le monde. Elle développe ses arguments. Hiya. Moi, je suis pas. Ça, c'est tout. Donc, où est-ce que nous avons les arguments? On dit le monde. Madame, d'abord, la violence peut. Nous avons fait le texte. On va dire. Où je galère. La violence envers les enfants revêt une multitude de formes, quelqu'un dans les foyers, dans les écoles et les espaces en ligne. La violence prend la forme de mauvais traitements physiques et affectifs dans les situations d'urgence humanitaire induites par des conflits armés. La violence peut occasionner la mort, des blessures graves et des traumatismes durables. Les enfants se voient privés des services de santé, de nutrition, d'eau et d'éducation. هاي وشو بيحكي لي في الباساج هذا دي لا فيولونس موفيز هيا يحكي لنا على العواقب اللي يجوا مادام لا فيولونس صحيح دونك راه يقنع فينا بلي لا فيولونس عندها دي دونجي ولا لا حنا نثبتوا بلي لا فيولونس عندها لي دونجي وشو مال لي دونجي د لا فيولونس ها هي قالك لا فيولونس اوكازيوني لا مور اوكازيوني لا مور تقدر تتسبب في الموت ولا دي بليزيور غراف ولا دي تروماتيزم دورابل واش معناتها تروماتيزم دورابل رعب لي تروماتيزم هما الصدمات تقدر دير لهم صدمه دورابل دائمه دي تروماتيزم دورابل زيدو هاي قولوا لي صغوها لي في جمله دخلوا لي او باسك قالها لنا في فرد ارغومون قال لي بلي دير لي تسبب لي الموت ولي بليسور والصدمات لمهم لي في جمله برك مفيده باش نكتبوا مادام سي ما نعاودوهمش نعاودوهم بالصيغه ديالنا عاودي بدلي لهم الترتيب تاع البلاصه رديها الفراز نومينال رديها كيما تحبي هاي اي لا كيسيون ثانيه تعاوننا صحيت قالت لك مادام انا درتها هكا وما مغالطه كتبت دابور لا فيولونس D'abord, la violence peut occasionner la mort, on va dire des blessures graves et des traumatismes. Et on a oublié ça. C'est ça. Le compte rendu, il est derrière. Les افكار يكونوا من عندك. Parce que l'auteur عنده الحق انه يمد افكاره في لو تيكست. انت عطاو لك الحق تمدي افكارك في لو كونت روندو. ماشي تجيبي افكار لوتور وتحطيهم عندك دونك شغل درتي كوبي كولي ما درتي والو راني قلت لك تستفيدي من لي كيسيون هنا واش قالت لكم دنيا قالت لكم لي كونسيكونس نوسيف سور لا سونتي دي زونفون صحتك لا مور لي بليسور لي تروماتيزم هذو كامل واش يكونوا كونسيكونس فيزيك و سيكولوجيك صحيت راهم نتائج دونك لمهم في كلمه واحده بلا ما نقولوا لا مار ونقولوا لي بليسور ونقولوا لي تروماتيزم لمهم لو في كلمه واحده اللي هما لي كونسيكونس فيزيك اي بسيكولوجيك نوسيف سور لا سونتي دي زونفون على صحه الاطفال سي بون كيما قالت لنا دنيا شكرا فاهمين وي وي
نقدروا نقولوا كما قالت لكم نسرين، قالت لكم نستفيدوا من السؤال الثاني دي تروبل دو كومبورتمون، نقدروا نستفيدوا منها هي في بلاصه لي تروماتيزم. نكملوا. Des centaines de millions d'enfants qui vivent dans des régions touchées par des conflits risquent d'être victimes d'attaques ciblées et aveugles. Si nous ne demandons pas aux auteurs de ces crimes de répondre de leurs actes, ces enfants grandiront en pensant que la violence est normale, acceptable et même inévitable. Et là, on dit qu'il y a demandé من هذو من الناس اللي راهم يديروا في النزاعات وكمان ندمونديوش منهم انهم يحبسوا هذه الافعال تاعهم لي زونفون راحين يكبروا في دون ان انتوراج اللي يظنوا انه لا فيولونس حاجه نورمال. اي ها كيفاش نقولوا شوفوا وش نقول، عاوديها لنا بالعربية. قالكم لو كان هذوما لي زوتور، معناتها الفاعلين اللي قاموا بالنزاع، قالك لو كان هاد لي زوتور ما يكونوش مسؤولين على لي كريم تاعهم، على الجرائم تاعهم، ولو كان ما يحبسوش الجرائم تاعهم، الاطفال رايحين يكبروا في جو وين تبان لهم لا فيولونس حاجه نورمال. شوفوا واش نقولوا، سي لي زوتور، لو كان هاد لي زوتور الفاعلين، سي لي زوتور ne sont pas tenus responsables de leurs crimes. معناتها لو كان les auteurs هذو ما يكونوش مسؤولين على les crimes تاعهم، la violence deviendra un phénomène normal pour les enfants. يعني العنف يصبح ظاهرة عادية بالنسبة للأطفال. صحيح. يبا صحيحة. عجبتني هذه تاع صحيح، جيتو نتوما تمدوا لي الاجابه وانا نصحح لي انا نمدوا تقولوا لي نتوما صحيح بيان. الله غير تقلبت الايه. نعاود لكم الفكره، راكم قلقتوني كي راكم ساكتين. وي مدام عبدها، واش نقولوا؟ سي لي زوتور، لو كان هاد لي زوتور، سي لي زوتور نو سون با تونو ريسبونسابل دو لور كريم، لو كان ما يكونوش مسؤولين على الجرائم تاعهم، لا فيولونس دوفياندرا ان فينومين نورمال بور لي زونفون. هذه هي الهضره اللي بيقولنا فيها. دي هي. الله ما جبتوني اليوم. هاي. إلي إيه مدام أنا جاتني وعرة كي تعاودي تهضري من عندك شوية مي هربوا لي الكلمات. هي شوف يعني قلت لك باش تكوني جملة هكا في راسك مستحيل، اكتبيها اكتبيها وبداي ترجمي بالكلمة بالكلمة حاولي تلصقي بيناتهم. قالك إلي فاسيل دو فواغ لي سيكاتريس فيزيك دي زونفون كي غرانديس أو ميليو دان كونفلي. En revanche, leurs blessures psychologiques ne sont pas manifestes et sont plus longues à guérir. Les enfants sont exposés à un stress nocif qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur apprentissage, leur comportement et leur développement affectif et social. هنا يحكي لك على الآثار الجسدية والنفسية. قالك بلي لي سيكاتريس فيزيك نقدروا نشوفوها. بصح لي بليسور بسيكولوجيك نو مانيفيست با، ما تظهرش وراهي صعيبه باش نتخلصوا منها. نحبسوا حتى النقطه هذه باسكو لي وراها ارغيومون جديد، نحبسوا حتى الان. او يحكي لي على سيكاتريس فيزيك وبسيكولوجيك قالك بلي صعيب انه نتخلصوا منها، واش نقولوا؟ Puis l'enfant peut avoir des effets négatifs sur leur vie et développement et surtout des cicatrices physiques. عاودي لي تراش. نعم مدام. عاودي هالي برك فقلتي.
قلت لك بوي لونفون بو افوار دي زيفي نيجاتيف سور لور في اي ديفلوبمون اي سورتو دي سيكاتريس فيزيك اي سورتو لي سيكاتريس بسيكولوجيك سيكولوجيك سيكولوجيك هي اللي صعيبانه صحيحه ها على هيبين برك على تهاب صحيح ايه انا هضرت وحدي شويه Il est difficile de bien traiter. Attends, je vous ai fait rien jusqu'à maintenant. Comme les traces physiques et implicites. Mais c'est physique et implicite. Le psychologique. Nefsia, il est matvarche. Il est implicite. Les traces psychologiques, la violence laisse des traces physiques et psychologiques implicites. Et ils sont difficiles de les traiter. Oui, c'est ça, Friel. Je vais vous parler de la vie. Je vais vous parler de la vie. Je vais vous parler de la vie. Je vais vous dire. Les traces physiques et psychologiques, ou les traces physiques, ou la violence laisse des traces physiques et psychologiques qui sont difficiles de les traiter. فريال شوفي مشي implicit هكا implicit ها هيكي implicit أنا كتبتها لك معناتها ما تظهرش بالآن ماشي بالآن نقدر نقوله ثاني la violence laisse des cicatrices à la fois physique et psychologique cela affecte grandement la vie des enfants وهذا يأثر بزاف على حياة الطفل sinon كما قالت فريال الدنيا صحة c'est bon c'est bon Les enfants sont exposés à un stress nocif qui peut avoir des effets dévastateurs sur leur apprentissage, leur comportement et leur développement affectif et social. On a parlé de stress. Le stress, mais nous pouvons entrer dans les blessures psychologiques. Donc madame Michi, madame قلت لك ماشي لازم كل فقره زعما نمدوا لها فكره كي تكون زعما زوج فقرات يهضوا على ايدي وحده نقدر نلموهم في كيما لهنا كيما لهنا حكى لي على لي سيكاتريس فيزيك وبسيكولوجي ديال لي ستريس انا كنت راح نقسمهم من بعد كي كملت قريت لقيت باللي ستريس هو نفسه لي بليسور سيكولوجيك دونك ندخلوها معاها اي فوالا انا تندرتهم في وحده تسمى نعتبروه ارغيومون واحد هذا اللي كنا نحكيو فيه درك زيدو Dans ces contextes, la protection de l'enfance consiste à tout mettre en œuvre pour garantir que les enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. Je vais vous dire ici. Il dit que la protection de l'enfant est sur la base de la protection de l'enfant que les enfants vont à l'école et qu'ils sont protégés. Comment peut-on protéger les enfants qui ne sont pas protégés et qu'ils vont en toute sécurité? Donc, qu'est-ce que je dis? Il faut assurer. Je n'assure pas les gens. La sécurité de l'enfant. Oui, à l'école. Oui. À l'école, à la maison. Donc, qu'est-ce que je dis? Il faut assurer la sécurité des enfants à l'école. Les enfants doivent nous permettre d'être à l'école. À la maison. Donc, qu'est-ce que je dis? Il faut assurer. La protection, on va gagner la protection, goulou la sécurité. Donc, il faut assurer la sécurité des enfants à l'école. C'est bon? Madame, on a dit enfin, il faut protéger les droits des enfants contre la violence corporelle dans tout le monde parce que, ou là, car chacun a le droit de vivre son enfant sans calme. هاسبري هذه يحتفظين بها الاخرى البارغراف الاخرى هذه الاخرى حنا رانا اللي نحكي لك على سيكوريتي في ليكول مي هذا الارغومون عطيتو لي ويصلح في الاخر الارغومون الاخر اي انا درت هذه هي الاخرى قبل هذيك اللي قريت داكور غاردي هنا الاخر اي بورتون
Il est de plus en plus difficile d'atteindre les enfants en situation de crise. Il est donc crucial que l'ensemble des parties au conflit donne à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. Hna wach kilk al l'UNICEF ki rah yhmi fl atfal ou la les mesures de protection lazm dirhom l'enfance l'UNICEF bach tahmi l'atfal. Mouch men soual naqdrou nestafidou menno. Tahtani vrai ou faux normalement. Wina? T'as vrai ou faux, Wina? Mishi hadak, mishi hadak. Toul l'jumla tani. Fil l'oul l'jumla tani. Fil l'oul l'jumla tani. Les mesures de sécurité prises par l'UNICEF pour protéger et aider les enfants. Hadi sahiha. Nqdrou ngoulou tani, la contribution des donateurs est capitale. تقدروا تلموهم مع بعض وتكتبوهم فرد ارغومون باسكو في زوج يحكيو لك على اليونيسيف والارغومون الاخر اللي قالته هنا سيرين قال لك cependant pour renforcer la sécurité des enfants et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur nous dépendons de la générosité de nos donateurs en 2019 nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et financement humanitaire. Avec votre aide, nous pouvons envoyer un message disant que tous les enfants doivent être protégés et que chaque enfant a le droit de survivre et de s'épanouir. Céline Audine Al-Fikratek. Enfin, il faut protéger les droits des enfants contre la violence corporelle dans tout le monde. Corporelle, c'est dit là, et morale. D'accord. Voilà. Corporelle et morale dans tout le monde parce que ou la car chacun a le droit de vivre son enfance en calme. صحيح. C'est juste 100%. قلت لكم دنيا نقدروا نستفيدوا من تاع الانتونسيون. راهي الانتونسيون. Oui, le but. انا حكي le but اصبر تشوفي. Oui, نقدروا نستفيدوا منها نتاع collecter des fonds pour assurer la protection des enfants ونقدروا نستفيدوا من تاع collecter des fonds pour aider les enfants en situation de crise. يعني هنا عندكم سافا لي كيسيون لي يقدروا يعاونوكم. عندكم لا كيسيون 5, عندكم لا كيسيون 3 وعندكم لا كيسيون 1. هذو ثاني تقدروا تهزوا منهم ديمو. ماذا بهذه هي لا سيونس الاخرى؟ نو. هذه الساتيام سيونس. نتوما عندكم 10 دي سيونس. اه داكو وهذه الساتيام مازال سي بون لو كونتوندو متفاهمينا وي مدام مدام في لاغي ممكن نذكروا كي نذكروا لاغي شرط نشرح معليش نشرحوا ولا ما كان كيفاش تشرحي سبكا سا ديبون الشرح تاعك اذا كان طويل ولا قصير بصح نورمال كنا نذكروا غير لاغي مون خلاص ونحبسوا هي دو بريفيرونس ديري لارغومون وتحبسي بصح اذا تحبي تشرحي شرحي بصح ما يكونش طويل باسكو لو كونتوندو عنده دي ليميت تقول لك 140 مو ولا 150 مو تما ما تطولي فيه بزاف واش ديروا تقولوا لوتور ريفيت لا تيز سويفونت واش هي لا تيز اللي هما لي دونجي دو لا فيولونس انفير لي انفون اي بور ميو كونفانكر سي ليكتور ال ديفلوب ces arguments, goulou d'abord l'argument l'ouel, ensuite l'argument thani, enfin hten nosou l'argument l'akhir. Hada ma kan. Est-ce que عندي synthèse lehna? Haya fiqou chouya. La. Dialectique hadi. Sahi, ma kanch synthèse. Donc ma عنديش la partie l'akhir hadik, عندي seulement les arguments. Bennisba li langue, akom dido la conclusion. Haya ki sghira. Dido la conclusion, je mets les langues. Pour finir, je peux dire que l'auteur a abordé une problématique qui a suscité un long débat entre partisans et antagonistes. Il a ainsi son point de vue et a choisi des arguments convaincants, suivis d'exemples concrets, bien ordonnés, et tout cela dans un texte bien structuré. Que mena le compte rendu. Donc, on va chercher le texte. Je redouane, Inch'Allah, on va au sujet jdid. مادام انا حنخرج دوكا قولي لي برك واش من سوجي نوجدوه الغدوه وعلى واه تخرجي جعت مادام كان غيزون الرسمي كامل في الشرح تاع لو تاكس باش تهزو كلمات باش من بعد ما تقولوليش ما عرفناش نكونوا جمله ولا سينون سي فوزيت با انتريسي بلا
شرحت على تاكس ما شرحش نورمال لا لا ما دام شرحت يعني لا لا قلبك لا قلبك الشرح تاع التكست هو الرسمي تالي لي كيسيون هذوك كيما شحال تلقى كيفهم في الباك الكلمات اللي ممكن يتعاودوا يا ربي العزيز هاي روحي ما ضمن معاك اكسيون هيومانيتير بور لي زونفون افعال انسانيه تجاه الاطفال ان 2019 لا فيولونس انفير لي زونفون العنف تجاه الأطفال revêt une multitude de formes يعني متعددة الأشكال كاين اللي dans les foyers شو اسمه les foyers dans les foyers قدر نقولوا المطاعم revêt une multitude de formes les foyers يقصدوا بهم المطاعم صحت على les écoles dans les foyers les écoles مدارس la cantine. Les écoles, les humains madaris et les espaces en ligne. Où sont les espaces en ligne? Je n'ai pas maintenant. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, madame. Le net, ou là, le réseau social, ou là, l'internet. Où sont les espaces en ligne? La violence prend la forme de mauvais traitements physiques et affectifs. L'enfuyé de tachid, chèque, c'est y est. فيزيك اي افكتيف معناتها شكلي يعني في المظهر وافكتيف حسي عنده علاقه بلي سونتيمون دون لي سيتوياسيون دورجونس هيومانيتير في الحالات الاستعجاليه الانسانيه اندويت بار دي كونفلي ارمي الاندويت معناتها لي كيفاش نقولوا اندويت اللي قصدها النزاعات المسلحه يعني لي بيي اللي فيها النزاعات المسلحه لا فيولونس بو اوكازيوني لا مور العنف ممكن يسبب لي الموت دي بليسور غراف جروح خطيره اي دي تروماتيزم دورابل وصدمات دائمه لي انفون سو فوا بريفي دي سيرفيس دو سانتي دو نوتريسيون دو اي ديدوكاسيون يعني قالك باللي لي انفون سو فوا بريفي دي سيرفيس دو سانتي لازم يكونوا les enfants se voient privés des services de santé. يعني الأطفال لازم نوفر لهم les services de santé, خدمات الصحة, la nutrition. نوفر لهم la nutrition, تغذية, d'eau et d'éducation, الماء والتعليم. هذوما الحوايج لازم نوفرهم للأطفال. Des centaines de millions d'enfants, الملايين من مئات الملايين دي سنتين دو مليون خيصان هي المئة دونك سنتين ملايين ملايين ولا مئات الملايين من الأطفال كي فيف دون دي ريجون توشي بار دي كونفلي اللي يعيشوا في مناطق اللي توشي قصدها النزاعات ريسك داتر فيكتيم يعني راهي ريسك كيف نقولوا ريسك خطر خطر دونك راهي في خطر دات فيكتيم باش تكون ضحيه داتاك سيبلي افاغول باش تكون ضحيه داتاك هجوم مستهدفه سيبلي مستهدفه اي افاغول كيف نقولوا غير متوقعه حاجه كيما Si nous ne demandons pas aux auteurs, إذا حنايا ما طلبناش من الفاعلين de ces crimes, لهذه الجرائم, de répondre de leur acte, باش يردوا على ولا يعطيونا تبرير لأفعالهم. Ces enfants grandiront en pensant que la violence est normale. الأطفال راح يكبروا وهما يعتقدوا أنه la violence هي normal, حاجة عادية, acceptable, مقبولة, et même inévitable. معناتها ما قدرش نتفاداوها, راهي حتمية. Il est facile de voir les cicatrices physiques des enfants, mais il est facile de voir les cicatrices physiques, les cicatrices des enfants, qui grandissent au milieu d'un conflit. Les rames qui En revanche, leurs blessures psychologiques, lakin, les ne sont pas manifestes, la tazhar, et sont plus longues à guérir.
les enfants sont exposés à un stress nocif. يعني الأطفال راه متعرضين لتوتر نوسيف معناتها مضر qui peut avoir des effets dévastateurs. الذي peut avoir de, الذي سيؤدي إلى أثار وخيمة ولا كارثية ولا dévastateur sur leur apprentissage على تعليمهم sur leur comportement et leur développement على التطور تاعهم affectif الحسي والسوسيال الاجتماعي. Dans ces contextes, في هذا السياق, la protection de l'enfance, يعني حماية الطفولة, consiste à tout mettre en œuvre pour garantir que les enfants peuvent se rendre à l'école en toute sécurité. قلت لازم حماية الطفولة تكون بضمان garantir, باش لازم تكون بضمان انه يقدروا يروحوا l'école, للمدرسة en toute sécurité وهما محميين. Et pourtant, لكن, il est de plus en plus difficile d'atteindre les enfants en situation de crise. يعني قال لك من صعب, il est de plus en plus, يعني راه وين يزيد راح يزيد صعاب. D'atteindre, يعني il est difficile من صعب انه نوصلوا les enfants, للأطفال, en situation de crise. حالات الانهيار. قال لك ما نقدروش نتحكموا في الأطفال qui fait halak inhiyar tahom. Il est donc crucial, il est donc nécessaire, يعني من المهم que l'ensemble des parties au conflit, l'ensemble des parties, الأطراف اللي داخلة ولا اللي عندها علاقة بالنزاع donne à l'UNICEF l'espace nécessaire pour protéger les enfants. قلك الأطراف اللي عندها علاقة بالنزاع خليوها تمد ولا من الضروري إنها تمد لUNICEF l'espace nécessaire, المساحة الكافية باش تدخل وتحمي الأطفال. Cependant, pour renforcer la sécurité des enfants, باش نعززو ولا باش نقويو, pour renforcer, باش نقويو la sécurité تاع les enfants, باش نعززو حماية الأطفال, et leur permettre de jouir et leur permettre de jouir d'un avenir meilleur. معناتها باش نسمحوا لهم باش يستمتعوا ولا باش يحصلوا على un avenir meilleur, على مستقبل مليح, meilleur. Nous dépendons de la générosité de nos donateurs. يعني رانا نعتمدوا على الكرم تاع لي donateurs اللي هما les membres تاع l'UNICEF. En 2019, nous comptons sur vous, يعني رانا معولين عليكم, pour atteindre notre objectif, باش تحققوا لنا الهدف تاعنا, de financement humanitaire, اللي هو التمويل الإنساني, de 3,9 milliards de dollars, يعني باش يمولوهم, avec votre aide, بمساعدتكم, nous pouvons envoyer un message, نقدروا نبعثوا رسالة, disant que tous les enfants doivent être protégés, نقدروا نبعثوا رسالة, نقولوا فيها باللي جميع الأطفال لازم يكونوا محميين, et que chaque enfant وكل طفل a le droit de survivre et de s'épanouir, وكل طفل عنده الحق انه يعيش ويتطور. C'est bon? Le texte est clair? Oui, madame. Sahel. Sahel, là. Sahel. Je voulais avoir une question concernant le sujet. Ah, c'est un tal, le message. Oui. Ou je voulais, oui, oui, maintenant, vous, ou là, oui, une question. D'accord. Ou je voulais vous dire. Le hissa, tu as comme vous, qu'on a tout publié. إذا تحطت اليوم هاني نبعثها اليوم، إذا تحطت غدوة هاني نحطها لكم غدوة.